تحد صارخ لقرارات وتعليمات وزير الشباب والرياضة محمد حطاب هو عنوان مديريات الشباب والرياضة في بعض ولايات الوطن من خلال العمل كدولة داخل دولة، والعين هذه المرة من ولاية المسيلة. التفاصيل في هذا الموضوع مع محمد قريشي. تحد لقرار وزاري وتعليمة رسمية صادرة من وزارة الشباب والرياضة، تجاهل لحكم قضائي، تعسف وقرارات ارتجالية في حق العمال، هي اتهامات من داخل البيت وجهت سهامها صوب ليفا عبد النور المكلف بتسيير شؤون مديرية الشباب والرياضة لولاية المسيلة. السيد ليفا عبد النور مدير الشباب والرياضة المسيلة، اللي منذ تعيينه سنة في 2017 جويلية 2017 يقوم بأعمال تجاوزات، خصومات العمال، تضييق العمل النقابي، تدخلات فيما يخص العمال. سلسلة من الاتهامات كان آخرها ما يظهر في هذه الوثيقة الرسمية المرسلة من وزارة الشباب والرياضة بختم الوزير محمد حطاب، التي أكدت أن تعيين الأخضر حمين عبد الحميد في المنصب العالي مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات غير خاضع لشروط الوزارة في مثل هكذا تعيينات. وبعد اقتراح السيد الأخضر حمينة عبد الحميد من طرف السيد ليفا عبد النور لتولي هذا المنصب، إلا أنه كان الرفض من السيد معالي وزير الشباب والرياضة لعدم توفر الشرط القانوني أن يكون مستشار زائد خبرة 8 سنوات أو مستشار رئيسي زائد 5 سنوات أو مفتش 3 سنوات خبرة مهنية في هذا المنصب، إلا أنه السيد الأخضر حمينة عبد الحميد ما زال يمارس مهامه كمدير ديوان بعد لم يطبق تعليم السيد معالي وزير الشباب والرياضة. بين هذا وذاك يبقى الأكيد أن مشاكل مماثلة وجدت مكانا مريحا في مديريات الشباب والرياضة في مختلف ولايات الوطن، والسبب غياب الرقابة ومعها لغة الحساب. هذا وقد حاولنا معرفة رأي مدير الشباب والرياضة لولاية المسيلة، غير أن الأخير لم يرد على اتصالات النهار.